أخبار تانية كتير شهدتها المحافظات المصرية. المنيا أعلنت أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة استقبلت حوالي 36 ألف طلب للتصالح على مخالفات البناء. أما محافظة الدقهلية فتم التعاقد فيها مع أصحاب 602 وحدة سكنية بمساكن الجلاء الجديدة بالمنصورة. كمان في دمياط تم النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية عام وفني. وفي القليوبية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع مياه المياه عن مدينة بنها نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات مياه مدينة بنها. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة المنيا أعلنت أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة استقبلت 35,990 طلب للتصالح على مخالفات البناء، مما جعلها تتصدر المركز الأول على مستوى الجمهورية في إنجاز واستقبال طلبات التصالح من المواطنين بهدف تحقيق الانضباط العمراني وتقنين الأوضاع وحماية حقوق الدولة والمواطنين. أكدت محافظة الدقهلية أنه تم إعادة بناء الوحدات السكنية بحي غرب وتطويرها ضمن مشروع تطوير عواصم المحافظات، وتم الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية للمواطنين المستحقين لهذه المساكن والتعاقد بعدد 702 وحدة سكنية. محافظة دمياط أعلنت النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية عام وفني، والنزول بدرجات القبول بفصول الخدمات بالثانوي العام من 200 درجة لمجموع 190 درجة وفصول الخدمات للتعليم الفني. في القليوبية أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي انقطاع المياه عن مدينة بنها اليوم الاثنين لمدة 6 ساعات اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 4 فجر غداً الثلاثاء، حيث إن الانقطاع نظراً لأعمال الغسيل الدوري لشبكات مياه مدينة بنها. محافظة الشرقية أكدت أنه تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة خلال موسم حصاد الرز لمواجهة ظاهرة حرق قش الرز والاتجاه لتنفيذ منظومة التخلص الآمن والتعامل السليم مع المخلفات الزراعية، وتم التنسيق مع مديرية الزراعة والحماية المدنية لتوفير عدد 227 معدة مكبس وجرار ولمامة وفرامة والمملوكة لوزارة البيئة تشجيعاً للمزارعين للقيام بجمع وكبس وتدوير المخلفات الزراعية زي قش الرز وحطب الذرة وتقديمها كعلف غير تقليدي. كمان في الوادي الجديد أعلنت الوحدة المحلية لمركز مدينة باريس عن البدء في تنفيذ مبادرة كراستي ومدرستي، وده ضمن الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد، وجرى افتتاح معرض اليوم الواحد للمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تتراوح من 40 ل 50% عن مثيلتها بالسوق الخارجي من أجل محاربة غلاء الأسعار.